السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنرش المرمى دي كده يا رجاله بامر الله بدون تسييل، ونعرف كده اسباب التسييل اللي بيحصل ايه. معانا الورنيش بتاعنا، ضغط الهواء تقريبا حسب النوع الورنيش بتاعك، النشره الفنيه بتاعته، ولكن هو بيكون المتوسط بيكون 2 بار. نبدا رش ورنيش ازاي. نجيب هنا الشفه دي معانا كده اهوت، دي بتكون ايه نص لمعه كده اهون، بنديها في اول وش بس ما بنديهاش في تاني وش. ناخد بقى بقيه الشغل بسم الله. بص هنبدا منين؟ من بره كده يا رجاله، مش هنبدا من هنا، لا من بره كده اهو. نجيب كده بسم الله. بص يا رجاله وقفنا اهو، نخش تاني. شفتوا طلعنا فين؟ نخش تاني اهو. شفتوا ما نجيش نقف والورنيش واقف كده اهو، لا احنا دايسين هوا لكن ما فيش ورنيش، لان لو وقفنا كده اهو بالرايه وهو بيطلع ورنيش هيعمل لك هنا حبل ورنيش. نيجي نخش تاني، شايفين يا رجاله؟ شفتوا وقفنا ازاي اهو؟ نطلع بره القطعه خالص اهو. ايديك دي شغاله اهو، بس ياخد الفلاش تايم بتاعه وننزل بتاني وش. ناخد معانا الكبوت نفس القصه بسم الله. ما بنحملش على الحروف، بصوا الحرف ده ما نحملش عليه اهو، خط كده اهو بس ما نحملش ولا الحرف ده ولا الحروف دي. بصوا الحروف دي جه عليها ايه؟ خفيف خفيف. في تاني وش بقى هنبدا ايه؟ ناخد الشفاف بقى والكلام ده ونقفل بشكل سليم، ونقلب الكبوت. يعني هو الكبوت على الحامل، في تاني وش نقلب الحامل ده ونخلي الكبوت مسطح ونرشه. في التعليق المثبت ان شاء الله هتلاقوا يعني تفاصيل بردك، للي حابب يعني يعرف الموضوع اكتر بشكل تفصيلي اكتر. هنا بعد الفلاش تايم يا رجاله نلم الشفاف بتاعتنا، هلف انا الجنب التاني الم الشفاف. بصوا يا رجاله هنا احنا قلبنا ايه؟ قلبنا الكبوت ماشي، هو كده اكنه ايه بقى على العربيه بسم الله. بصوا نطلع بره اهو، طلعنا بره الكبوت اهو، ونرجع نخش تاني كده اهو. احنا بدأنا من ناحيتنا ورايحين عشان ما يعملش ايه؟ لحام ورنيش. بصوا بنطلع بره ازاي اهو. ممكن ترفع ايدك اهو، يعني تشيل ايدك عن الدهان والهواء شغال اهو. احنا رايحين كده على هناك، تمام كده يا رجاله؟ تسلم ايديكم. تطلع بره القطعه وتخش جوه القطعه تاني. تجيب بقى من هنا كده دوت ايه؟ لسه حنين صح يا رجاله اهو. مسدس عمودي زاوية 90، اطلع وارجع خش تاني، اطلع وارجع خش. بلاش نحمل هنا بقى على السن ده اهو، شفت اللي خدناه ايه؟ سحبه كده. تسلم ايديكم يا رجاله. ناخد معانا الرفرف بسم الله.
بنطلع بره الشغل وبنرجع نخش جوه الشغل تاني. اي حاجة شغال اهو. عاش وحوش. تسلم ايديكم يا رجالة. يا رب يكون فيديو سهل وسريع. اي حد عنده اضافة يسيبها لاخواته، ما تنسوناش في الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.